منذ بدأت أزمة الكورونا كوفيد-19 وتداعياته وفرض سطوته على حياتنا واختياراتنا وقراراتنا وكذا تقاربنا وتباعدنا عن أنشطة حياتنا الاعتيادية والتقليدية، قد بدأت مصطلحات وعبارات تتردد بشكل دوري ومتكرر سواء في أحاديثنا اليومية أو من خلال المصادر الإعلامية الرسمية. ومن أشهر تلك المصطلحات مناعة القطيع كإحدى طرق التعامل مع المرض، ولكن لسنا هنا لمناقشته فقط، لقد وجب علي الإشارة له فقط منعا لتشابه كلمة مناعة القطيع الخاصة بالمرض مع قناعة القطيع الخاصة بالمقال. وإذا كانت مناعة القطيع تم تطبيقها في محاولة لمحاربة الجائحة في بعض الدول، وبصرف النظر عن نجاح تطبيقها من عدمه، فإن قناعة القطيع أخطر وقد تكون أشد فتكا من المرض اللعين. ففكرة قناعة القطيع باختصار هي اختلاق لمبررات وشماعات الفشل، سواء على المستوى الأسري أو العائلي أو الحكوماتي، يتم ترددها بشكل متكرر ودوري حتى يصدقها من صنع نواتها، وتتناقلها الأجيال لتشكل قطيعا تحكمه أفكار محددة لا تقوده إلى أي نجاحات بقدر ما تبرره له إخفاقاته وفشله. وتعد نظرية المؤامرة على جميع المستويات وبكل درجاتها هي أكبر سند للقطيع البشري السائر خلف أي قناعة متداولة، وكأنها كتاب سماوي يرفض المساس به فيعارض ويغضب من أصحاب الآراء المخالفة، وقد يصل به الأمر لاتهامهم بالكفر لمجرد خلافهم في الرأي مع توجه أو محاولة أو مناقشة. ليت الأمر يتوقف هنا، ولكن استمرار أي قطيع بشري في قناعاته خاصة بنظرية المؤامرة التي تحاك له في الظلام لن يجعله فقط يبرر فشله المتوالي، ولكن سيقوم بإتقان دور الضحية خالقا حوله جوا من النحيب والسواد والولولة التي تصاحبه أينما حل أملا منه في كسب تعاطف المحيطين أو المتحكمين في مقاليد الأمور. ومن جهة أخرى، إرضاء لغروره وإيمانا بنظرية أنا لست فاشلا لكني ضحية، ما يحدث حولنا من صراعات بمختلف درجاتها إذا دققت النظر فيها، سواء كانت صراعات أسرية بين أفراد أسرة واحدة أو عائلة ما، وحتى الحروب والنزاعات السياسية ذات الصعيد العالمي والدولي، لابد أن تجد فيها ما يعرف باسم قناعة القطيع. وإذا حللت الموقف ستجد أن هناك قطيعا بشريا واحدا استطاع خداع العالم بنظرية المؤامرة والاضطهاد وكسب تعاطفهم، وأنا هنا لإيجاد أرض أو بالأحرى استقطاع بقرة لمن شملهم فيها، وإيماني أنه بشكل مؤقت مهما طال الزمن. أما غير هذا فالتاريخ لا تجد بين صفحاته قطيعا بشريا استطاع أن يستغل تصدير كونه ضحية لتحقيق المكاسب. ونهاية الأمر، كم أتمنى أن تمحى أثر ذلك القطيع الذي خدع العالم بكسب تعاطف مزيف، وكم أتمنى أن أكون على وجه الأرض لأحتفل آنذاك حتى ولو ممسكا بعكاز ومستندا على شباب لا يلعبون دور الضحية.